وأبدأ معك سيدة لوري، يعني عندما نتحدث عن السباق الانتخابي وهو في لحظاته الأخيرة، أيهما الأقرب لرئاسة أمريكا، ترامب أم كامالا هاريس؟ تحياتي لكم وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة للحديث. أنا الحزب الديمقراطي، فبالطبع أنا لدي خلفية تاريخية في دعم الحزب الديمقراطي، وأعتقد يمكن أن أخبركم أن كامالا هاريس هي من ستنتصر في هذه الانتخابات. الأرقام هي تشير إلى كل هذه الانتصارات، وكامالا هاريس أظهرت تفوقا كبيرا على منافسها دونالد ترامب. حتى منذ 4 أعوام حصل على أقل من ذلك بكثير. لا يوجد أي فرصة أن يتلقى 100% من أصوات المرشحين في هذه الانتخابات، وهاريس بموقف جيد، وأيضا هي تحصل على كثير من هذا الزخم وهذا الدعم. هناك نقاط تفوق كبيرة لدى كامالا هاريس، وبالطبع سوف تكون هناك بعض الخطوات الاستراتيجية التي تشير إلى مدى الثقة في بعض الولايات مثل بنسلفانيا ويسكونسن وميتشيغان كذلك. هذه الأرقام تتصاعد، فبالتالي أنا لدي طموح كبير ولدي تفاؤل كبير في هذا الشأن، وأنا على يقين تماما بشأن نورث كارولينا التي سوف ترتفع معدلاتها في تأييد كامالا هاريس.